عمرك فكرت في هذا الابتكار؟ كيف بدأ؟ وكم مرحلة تطوير مر فيها؟ وكم عالم ظلوا يحاولوا يطوروا عليه لغاية ما وصلت للوضع الحالي اللي بإيدينا اليوم؟ من القمرة المظلمة إلى الكاميرا الحديثة راح يكون موضوع حلقتنا لليوم. وفي أولى حلقاتنا من قناة تمبل بيكسل نبدأ رحلتنا في عالم الجرافيك. منذ نشأة الحياة والإنسان بيحب يوثق تفاصيل حياته، خبراته وعاداته وتقاليد ينقلها للجيل اللي بعده. وبدأت الحكاية من النقش في الكهوف إلى رموز الفراعنة اللي كانت عبارة عن رسومات مصغرة بترمز لأدوات أو كائنات إلى بوتريهات الشمع، إلى أن توصل العالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم إلى أول خطوة ساهمت في إبحاث كثير من العلماء في آلية ابتكار الكاميرا وسماها القمرة المظلمة. الحسن بن الهيثم سجن في عهد الخليفة الفاطمي، لكنه واصل أبحاثه العلمية المتعلقة في الضوء والبصريات، واستمر في تسجيل ملاحظاته في سلوك الضوء وانعكاساته. فسجل ملاحظاته المهمة واللي كانت لدخول ضوء من ثقب في جدار السجن وسقوطه على الجدار المقابل، حاملا معه صورة غير حادثة الملامح ومقلوبة لشجرة كانت خارج السجن. كانت هاي الملاحظة حجر الأساس في كثير من الابتكارات والتطوير على الكاميرا. من هون بدأت المرحلة الأولى في ابتكارها. في عام 1660 تم إدخال الأضواء على الكاميرا البدائية من قبل العالم الإيرلندي روبرت بويل، وبعدها جاء العالم الألماني يوهان زان في عام 1685 وابتكر نظام الصورة وترتيب ألوانها، وبنى آلة تصوير كبيرة من الخشب. وما بين عام 1820 إلى عام 1830 ابتكر العالم الفرنسي لويس داغير التصوير الضوئي، وكان التصوير وقتها على نحاس. ما توقف التطوير والابتكار، فكانت أول صورة حقيقية على يد العالم الفرنسي جوزيف نيبس عام 1826، واستخدم فكرة العالم الألماني يوهان واللي بتعتمد على تعريض الفضة مع الطباشير إلى الظلام ثم ضوء مفاجئ فبتثبت الصورة. وبعدها بعدة سنوات جاء العالم الفرنسي ويليام فوكس عام 1836 في نظام فوتوغرافي جديد وسماه الكالوتايب، والتصوير في هذا النظام كان على ورق. في عام 1850 اخترع العالم الألماني فريدريك سكوت فكرة ظهور الصور على زجاج. طورت الكاميرات في منتصف القرن التاسع عشر على يد الكثير من العلماء، منهم أيضا العالم الفرنسي أندري أدولف، وهي أنه يكون الفيلم على شكل بطاقات صغيرة متتالية. أول صورة ملونة كانت عام 1861 على يد العالم الفيزيائي جيمس ماكسويل بمساعدة المصور توماس ستون، وكانت تعتبر فقط مجرد تجربة للصورة الملونة. كل ما سبق كان يعتبر المرحلة الأولية في ابتكار الكاميرا، ورح يكون كمان في فيديوهات جاية بتشرح الثورة التكنولوجية في تطوير هذا الشيء الرائع اللي صار جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء من التقاط ملايين الصور حول العالم، التواصل المرئي اللي غير مفهوم المسافات، إلى السينما والأفلام واليوتيوب كمان. هاي القناة راح تكون ثقافية تعليمية بكل ما يخص الجرافيك ديزاين والموشن جرافيك. راح نتعلم خطوة بخطوة وبكل بساطة وشرح بسيط لأي مبتدئ حابب يتعلم أي من برامج الجرافيك ديزاين أو برامج أدوبي، أو حتى إذا حابب يتعلم أساسيات التصوير والمونتاج. الفوتوغرافر أو الجرافيك ديزاين بيشوف العالم من منظوره الخاص، بيشوف العالم بأسلوب الجمال والإتقان والإبداع على قدر جمال المخيلة. ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد من قناة سمبل بيكسل. سلام.